بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم أبو ساجد جاب لكم وصفة جديدة، وهي وصفة الكسرة المحشية، ومعها يعني شوربة الفرميسال اللي كانت روعة روعة روعة. كما نعرف كل أي وصفة فيها مقادير وفيها كيفية تحضير. روحوا نشوفوا مع بعضنا كيفية التحضير والمقادير. روحوا نشوفوا، يالله روحوا نشوفوا، يالله روحوا. هنا عندي في مقلاة عندي زوج بسطات كبار، حطيت شوية زيت شوية زبدة، قليتهم مليح دبلتهم، وضفت لهم فلفل أخضر قطعته قطع صغار، وحطيته كذلك يعني باش يدبل مليح مع البصل هذا، وضفت له كمية من الطماطم. هنا حضرت طنجرة تاعي، حطيت تقلى البصل وكمية زبدة شوية زيت، وزدت يعني شوية دجاج يعني الجوان حدكم، وطرف يعني يزدر وشوية فخد ودبش الكرفس، وملهيه في الحشو تاع الكسرة ضفت شوية ماء ونحرك، تحرك منه وحرك ملهيه. هنا ضفت طماطم في الحشو تاع الكسرة ونحرك البرمة تاع الشوربة، وضفت الماء كذلك في الحشو. هنا ضفت طماطم في الشوربة، وضفت طماطم في الحشو كذلك. ودائما يعني كل ما نضع حاجة نحركه ونضيف الماء، يعني الماء لازم يكون سخون، الماء اللي نمرقه به يكون سخون. أي أكلة لابد من الماء الساخن. وضفت في الشوربة الملح، وضفت فلفل أسود، ونحرك نحرك الحشو تاع الكسرة هذاك، ونضيف كمية من الماء. الحشو تاعي هذا لابد أن يكون ناشف، ناشف تماما من الماء. وضفت هنا التوابل، كركم، زنجبيل، فلفل أسود، العكري والملح. أضفت كمية من الماء مرة أخرى. هنا أضفت فصين من الثوم، هكذا، وبعدين نحرك. خليها تنشف مليح وطيب. هنا مرقت البرمة تاع الشوربة تاعي، والحشو راهو طاب خلاص، نشف مليح. نقدر نحيوه. وجبت شوية صدر دجاج صغير وحمرته مليح ونزعته. هنا جبت كاس إلى ربع من الفرميسال وحطيته في الشوربة تاعي، وخليه يتغلى 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 ونغلق عليه. نروح هنا للعجين. جبت هنا 5 كيسان سميد وزوج كيسان فارينة، وثم تقدروا ديروا نصف يعني المقادير فقط اذا كنت تحبوا تديروا شويه. وجبت ملعقه كبيره من الخميره ونصف ملعقه كبيره من الملح، وخلطت النواشف مع بعض هكذا. وجبت يعني فنجال زيت زيتون وصبيته في السميد، بعد عجنته مليح بالماء الدافئ هكذا. انا جاتني 2 كيسان ونصف ماء. بعد ما نعجنها مليح نتركها ترتاح حوالي نصف ساعة. هنا بعد ما ارتاحت نحينا الغطاء عليها، هذاك كنا غطيناها قبل، ونعاودو نعجنوها ندلكوها يعني حوالي 3 دقائق أو 2 دقائق مليح، ونقسمها إلى كويرات، نديرها حربوش هكذا، ونجيب سكينة أو كوبات ونقسمها الى يعني كويرات. كما تشوف هنا قطع يعني صار شويه، ونحاول نكورهم كامل ونضعها في صينيه ككويره، نحطها يعني على الجانب ومن بعد نضعها في صينيه. العمليه سهله جدا، نكملهم الكل ونرجع لكم. هنا كملتهم كامل، درتهم في صينية، وكنت دريت فارينة وخليتهم يرتاحوا حوالي 10 دقائق. بعدين نروح هنا في طاولة العمل، نحط الفارينة فوق طاولة العمل، ونجيبوا قطعة من العجين اللي كنت شكلناها كويرة، ونحلوها بالحلال كما راكم تشوفوا هنا. الشوربة تاعي راهي طيب.
من بعد نجيبو طبق هذا ونجيبو سكين ونقصها دائرية. هكذا. من بعد نحي هذاك الأطراف تاع العجين ونحطه في كيس. من بعد نجي نخدم به. أنا درت هنا زوج يعني قرصات، درت الأولى ودرت الثانية، وجبت الحشو تاعي وسويته مليح داخل هذا العجينة، ونخلي واحد القيد صبع يعني على الحواشي باش نلصق العجينة الأخرى. جبت هنا الدجاج هذاك اللي كنت حمرته ودرت له شوية فلفل كحل، شوية ملح، نحطه تلقائي فقط. ثم تحب تحطوا الزيتون حطوا الزيتون، يعني وش عندك في البيت حطوا. هنا جبت قطعة جبن وقطعتها يعني قطع صغار وحطيتها داخل هذا الحشو. بعد ما نكملوا هاد الانجريديان كل، نروحو نجيبو الطبقة التانية تاع العجين اللي كنت حليتها وقصيتها ونضعها فوق اختها. هكذا. ونجبد الى الوراء ثم نضغط عليها اني قليلا، ومن بعد نرجع اللي في الاسفل رجعوا لفوق. انا هنا درت يعني حبات صغار ودرت حبات كبار ودرت وحايد يعني مستطيل، يعني كل مرة ننوع في هذا الكسرة المحشية. وكاين وحدة يعني عملت لها بطاطا كنت رحيتها ودرت لها الطونة وشوية جبن وخدمتها ساجد ولدي. ساجد ولدي ما يكلش هذيك الشكشوكة، ما يكلش الزيتون، ما يكلش حوايج بزاف، يعني لازمني ندير له واش يحب هو. كما تشوف هنا نجيب من تحت ونطلع لفوق باش تلصق العجينة في وقتها. هنا كملتها، نحطها على جانب وروحو نديرو معضلة واحدة أخرى كبيرة. نحطها في صينية ونشكل واحدة أخرى كبيرة. أنا كنت حليت العجين مباشرة، يعني محبتش نطول لأنه الفيديو هذا طويل وراح يكون ممل يعني. وحطيت الحشو تاعي ودرت الدجاج هذاك المحمر، وهنا قاعد نحط في الجبن. هكذا. بعد ما نكملها نجيب الطبقة الثانية هذيك ولصقها فوق منها. هكذا. دائما نعملو زوج، يعني نعملو الأولى والثانية. أنا جبت هنا هادي الرولو وقصيتها دائرية. ونحيت هذاك الحواشي ودرتهم في كيس بلاستيكي حتى نقدر نخدم بهم بعد ذلك. وجبت فرشات هنا وعاودت طريقة أخرى، يعني ضغطت بالفرشات حتى تعطينا ديك الزينة، يعني درت كل حبة يعني من زي. ونهزها هنا نرفعها ونديها المقلاة اللي تكون سخونة، أو الملاء أو الطاجين. نعاود هنا نقرصها مليح ونجيب الفرشيطة أو الشوكة ونعاود نثقبها. ما شاء الله ما شاء الله. أنا اليوم كنت صايم وطيبت هذه الشوربة تاع الفرميسال وطيبت كسرة المحشية هذه،
وفطرنا بسم الله ما شاء الله الحمد لله، ربي يتقبل منا وربي ان شاء الله يتقبل منكم من ثم، وربي يعطيكم ما تمنوا وربي يبارك لكم. ما تنساوش الاعجاب للفيديو قبل يعني انتهاء هذا الفيديو، واللي ما شاركش في قناتي حاول يشترك في قناتي ويفعل زر الجرس حتى ياتي الجديد. هنا كملت الكسره كامل والشربه تاعي طابت الفرميسال، جبت هنا بول وصبيت فيه بلا الوش كما تشوفون هنا، هكذا نرفع شويه يعني طاف الدجاج. روح نفطر على روحي اليوم، نهار متعب في الوصفة هذه، بعد درت اللايف والله صدقوني عييت عييت. هذه تاع ساجد ولدي اللي فيها البطاطا والطونة، هذه دائرية، هذه واحدة أخرى دائرية، هذوما زوج صغار وهذوما زوج كبار، ذوقهم طرية طرية ما شاء الله. روحوا نقسموا مع بعضنا وحدة، ما شاء الله ما شاء الله، شوفوا ديك الشربة يعني الله يبارك عاقدة بسم الله ما شاء الله، حتى الذوق تاعها روعة روعة روعة. هنا قلت جبت يعني كسر محشية صغيرة وقصيتها بالسكين وكانت تتقص بسهولة يعني بكل سهولة ما شاء الله. شوفوا نفتح لكم واحدة وتشوفوا الحشو الداخل اللي ولا أروع ولا أروع، ذوق ولا أروع. أنا خليكم هذه المجهودة وأقولكم السلام عليكم، وطالله ما تنسوناش في الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والإعجاب. سلام. تعداد حبات الرمال وأكثر، صلى عليك الله ما غيث هما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، يا خير مبعوث بخير رسالة للناس، يا خير الأنام وأطهر، نفديك بالأرواح وهي رخيصة، ونحارب الغرب الدنيء الأغبر. صلى عليك الله في عليائه، ما صح داع للأذان وكبر. صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرها.